يضحك زي كذا. أنا ما أقدر والله يا أخوان. واحد أسلم، ما أقول أسلم، لكن وعدني لطب البحرين وأعطيته عنوان أحد الإخوة الدعاة في البحرين. تكلمت معه في الطيارة بجنبي، قلت له وير ار يو جو. أنا أقول لكم مشكلتي الإنجليزي شوي. قال قلت له يو جو تو بحرين، يعني تروح معي البحرين، جاي من دبي البحرين. قال ايش؟ قلت يور فاميلي. طبعا قال الكنتري حقي في ايطاليا من روما. قلت يور فاميلي ان روما اور بحرين؟ قال نو بحرين. قلت له يو يعني بزنس ان بحرين، يعني شغل في البحرين؟ قال يس يس. قلت يور وايف ان بحرين؟ قال يس يس. قلت يور شيلدرن ان بحرين؟ قال يس يس. قلت هاو ماني شيلدرن، كم عيال؟ قال تو جير اند بويز. قال يوم؟ قلت 6. او 6 وايد. قلت شو تسوي بهم؟ 6. قلت يس. قلت تسوي بهم؟ قلت هل انت مستغرب؟ قال يس 6. قلت مستغرب؟ قال قلت ماي فادر 50 15 وايد. وش اسوي بهم؟ قلت هل انت مستغرب؟ قال لي. قلت يوسف يو نو كينج سعودي عربي، تعرف الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن السعود؟ قال يس. قلت عنده 45. قلت اوه ويصرخ صرخه، الظاهر الكابتن طلع من الكابينه مستغرب ليش تجمع عيال. يقول انتم يعني مجانين العرب كريزي، تجمعون عيال شدر شدر شدر، واتهودي واتسوون بهم ويزوي بهم بيعوا سوق الخضره يا اخوي. كل عيال هذول يدعون لك وابوا. فالشاهد انه ذا يوم جيت انزل في الطياره، يقول للمضيفه اللي عند الباب، يقول ذيس مان از فاني. يقول ودي انا ما اعرف الانجليزي اللي قاعد يرطن. يقول ودي انا ما وصلت، طبعا الرحله من دبي للبحرين قصيره جدا، بس تقع الطياره تطب. قال ودي ما وصلت الطيارة ونسني هذا. يقول ذس جوك مان. ايش معنى جوك؟ ها؟ رجل مضحك. وهذا ديننا، الدين يأمرنا بحسن المعاشرة كما عاشر صلى الله عليه وسلم كفار مكة ويهود المدينة. كان يلطفهم بالكلام ولا ما يلطفهم، ويستجلب قلوبهم الإسلام ولا ما يستجلب، حتى يجي الكافر المشرك حاطهم في ذنها القطن، وفي اللغة العربية الكرفس، خايف من محمد وخاف يغير فكرة محمد وخاف يشوش عليه. مثل بعض الناس إذا جاء يتكلم معه مطوع يقول تكبر مطوع، لا تكلمني أخاف أصير مثلك مطوع. كذا بعض الشباب. فهم حطوا القطن والكربس. في يوم شاف الرسول صلى الله عليه وسلم قال واللات والعزة ليس بهذا وجه كذاب. هي الكذابين باين، هم كذابين وجيهم باين. فيوم شاف الرسول رفع القطن وقال يا محمد يعني سمعت عنك كذا وكذا. فجلس صلى الله عليه وسلم يدعوه، وإذا بالصحابي الجليل، وإذا بالرجل يصير صحابي جليل يسلم. من هو؟ ها؟ وتسلم قبيلتك كلها على أيده. من يعرف؟ الطفيل بن عمرو الدوسي. بماذا؟ بهذا المصطفى الذي كان شعار حملتنا جزاكم الله خير بك نقتدي. فما أجمل رجالنا، نساءنا، أطفالنا، صغارنا، كبارنا، نقتدي به ونري كذلك أولادنا اقتدانا بهم. أنا أشوف عيالي الله يصلحهم يوم صغار، يوم تعودوا على الألفاظ معي الطيبة صاروا خلاص إذا واحد سقط علينا ولا أخطأ علينا يقول الله يهديه الله يصلحه، لأن ما يسمعوني أسب. إذا رفع علي واحد ما أسبه ولا أنا أقول الله يهديه الله يصلحه، فصاروا مثلي. فكما قال الدكتور ميسرة، كيف نجعل صبغة طيبة في نسائنا في بيوتنا أولا في معاملتنا لهم، إذا عملنا زوجاتنا ينصح رد على أولادنا. ما نعاملهم بشدة ونعاملهم بقسوة، ولولا ضيق الوقت بقي 5 دقائق.